السلام عليكم، تحدي اليوم الخامس. انا مبسوطة جدا 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 وبجد مبسوطة بيكم، علشان انتوا دايما بتكتبولي بكل صراحة الحاجات اللي بتعملوها في اليوم. ومعلش انا اسفة لو كنت بس مش برد عليكم، بس ان شاء الله هرد عليكم كلكم والله، بس علشان ضغط ان انا كل يوم بصور فيديو وبرفعه، فده بس بياخد مني وقت كبير. بس ان شاء الله باذن الله هخصص لكم وقت ارد على كل الاسئلة بتاعتكم وكل الاستفسارات. يعني اي حد يكتب لي حاجة ان شاء الله مش هنساها. لو انتي بقى جديدة في القناة اول مرة تشوفي الفيديو، فاحنا عاملين تحدي كده ان شاء الله يوصل ل 100 يوم طريقه اكل صحي او رجيم. لو انت عايزه تقللي وزنك، انا ما بحبش كلمه رجيم، اسمه اكل صحي وتنظيم اكل علشان تقللي الوزن، مفيش رجيم حرمان، لان انت لو حرمتي نفسك هتخسي، ممكن تخسي بسرعه جدا جدا وترجعي الضعف تاني، كل اللي انت خسيتيه هترجعيه. فالنظام ده نظام فاشل، ونظام تروحي الدكتور برضه نظام فاشل. هو الفكره ان انت تفهمي جسمك وتفهمي ازاي تاكلي اكل صحي. فلو انت جديده بقى في القناه، اشتركي في القناه من كلمه لونها احمر تحت الفيديو مكتوب عليها اشتراك او سبسكرايب، علشان تشوفي الفيديوهات ان شاء الله اللي بعد كده. تابعي معانا. الفطار بتاع النهارده بتاعي كان شوفان، نص كوبايه لبن دايت اللي هو خالي الدسم، او ممكن نص دسم، او ممكن لبن عادي وتكوني شايله الوش بتاعه. تاخدي نص كوبايه لبن مع شوفان، هو حبه كامله، 4 معالق شوفان مع نص كوبايه لبن مع نص مزايا صغيره او مزايا صغيره مع واحده كيوي برضو صغيره، وتحطي مكسرات، اي نوع مكسرات. في سؤال انا قريته مش عارفه جاوبت عليها ولا لا، عن المكسرات، هل المكسرات بتتخن؟ لا، انت ليكي في اليوم ان انت تاكلي مكسرات، دي فيها دهون مفيده للجسم بتاعك، فانت محتاجاها جدا جدا جدا، خصوصا لو بتعملي بتقللي وزنك او بتاكلي اكل صحي او بتلعبي رياضه، هيبقى المكسرات دي شيء اساسي معاكي. وطبعا نسكافيه بلبن خالي الدسم. بين الوجبات بعد الفطار بثلاث ساعات اخدت شاي اخضر، واخدت تفاح مع معلقه فول سوداني او معلقتين صغيرين فول سوداني مع التفاح، وحطيت عليهم الحبه السوداء. خلاص احنا اعتمدنا الحبه السوداء دي في الاكل بتاعنا عشان فيها فوائد كتير قوي. في الوقت بين بعد الفطار مثلا بساعتين تقدري تعملي رياضه ساعه، وبعد كده تاخدي حاجه بين الوجبات، وده اللي انا عملته. عملت شويه مجهود في البيت مع شويه حركه في البيت. انا مش طالبه منك بس غير نص ساعه في اليوم. لو انت لسه بادئه جديده في الرجيم او في الدايت او تنظيم الاكل، او عايزه تخسي او عايزه تحسني شكل جسمك، نص ساعه بس في اليوم في الاول لحد ما تعودي جسمك على الحركه، وواحده واحده هتبداي تزيدي الحركه بتاعتك. لان انت لو لعبتي بسرعه وضغطتي على نفسك في الرياضه، هتلاقي نفسك بعد كام يوم وقفتي وجسمك كله تعبان ومش قادره تكملي. فافضل الاعمال ادومها، وده عن تجربه شخصيه، المجهود الصغير في الاول ان شاء الله يزيد معاكي بعد كده بالتدريج لحد ما تحسني النفس بتاعك وتحسني كل حاجه. وبعد كده ان شاء الله هتوصلي لمراحل احسن في الرياضه، ان انت تلعبي رياضه بطريقه احسن وتروحي الجيم وكده. ان شاء الله هتكون مراحل زي ما قلت، هنبتديها من البدايه لحد ان شاء الله النهايه، وازاي تظبطي الجسم بتاعك، وكمان نعمل عضلات، ومش عضلات اللي انت تبقي بادي بيلدينج يعني، لا، وعضلات اللي هو يعني تخلي جسمك كله ما فيهوش دهون وعضل بس. كل ده هتكلم عنه بالتفصيل واحدة واحدة ان شاء الله معاكم. بعديها بقى بساعتين عملت طبعا الغداء بتاعي، يعني انا بحضره مثلا بعد ساعة من الوجبة اللي في النص. بعمل بقى الغداء بتاعي، عملت الغداء اللي انتوا شايفينه ده. زي ما قلت لازم تاكلي اكل صحي متوازن، يكون فيه خضروات، يكون فيه فاكهه، تقللي من النشويات اللي هو الرز والعيش والمكرونه، بس ما تمنعيهمش. برضو تاكلي الفراخ وتاكلي البيض وتاكلي كل حاجه، بتاكلي كل حاجه بس بكميات صغيره. ومع الوقت معلش تعالي على نفسك، اول اسبوع او اول اسبوعين تعالي على نفسك، بعد كده اصلا بقول لك المسام، بعد كده الامعاء بتاعتك هتصغر، وهتتعودي اصلا ان انت تاكلي بعد كده كميه صغيره. اهم حاجه تكون الوجبه بتاعتك تكون متكامله تماما، متكامله يعني كامله، ما ينفعش ان انت تنقصي منها حاجه، لان انت لو نقصتي النهارده حاجه من الوجبات بتاعتك بكره مش هتكملي وهتضعفي وتاكلي كل حاجه قدامك. اهم حاجه ان انت ما تضعفيش، وقبل ما تيجي تاكلي اي حاجه فكري كويس قوي في هدفك، وبصي على هدفك وشوفي انت عايزه تكوني فين. مش مهم دلوقتي ان انت تقللي الاكل بتاعك او ما تاكليش الحاجه اللي انت عايزاها قوي، لكن هتاكليها بعد كده ان شاء الله بعد ما تكوني وصلتي للوزن اللي انت عايزاه. فالغدا زي ما انتم شايفين خضار مسلوق، ده خضار بجيبه من السوبر ماركت كله على بعضه كده، سلقت منه زي ما انتوا شايفين كميه صغيره يعني مسلوقه من غير ملح. خلي بالكم ما تحطوش ملح في الاكل، انت ليكي ملح بسيط جدا في اليوم، الملح ده بيخزن ميه في الجسم فبلاش منه. سلقت الخضار، وبعد ما يتعمل ممكن ترشي عليه شويه فلفل اسمر زي ما انا عامله، ممكن شويه ملح. ده رز بسمتي مسلوق بس
بس في ميه، وحطيت في الميه دي ممكن تحطي قرفه او جنزبيل او اي حاجه انت عايزاها، بيطلع مسلوق وشكله حلو جدا. بالظبط كده 5 معالق رز او 4 معالق رز خلاص. ودي لحمه بانيه انا عملتها على جريل، اوكي، من غير اي حاجه خالص. عملت التتبيله بتاعتها عباره عن جنزبيل بودره وبصل بودره ومعلقتين لبن خالي الدسم وفلفل اسمر وشويه ملح صغيرين بس فقط لا غير، وتبلتهم. ممكن تحطي قرفه، ممكن تحطي اي نوع من البهارات اللي انت عايزاه، وتتبليها مع بعض وتشويها على الجريل من غير زيت ومن غير اي حاجه، هتطلع كده وتطلع معاها تحفه. بعد الغداء بحوالي 3 ساعات اخدت كوبايه شاي اخضر زي ما انتم شايفين، واحده بس برتقانه عادي جدا، وممكن تحطي معاها 2 لوز مثلا مكسرات. بعديه بقى بساعتين، بس عايزه اقول لك على حاجه مهم جدا، ان انت تاكلي الوجبات بتاعتك متكامله، يعني لازم بين الوجبات تاخدي وجبه عشان تعلي الحرق بتاعك. لازم 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 ما تفوتيش حاجه زي كده، لازم تاكلي حاجات في النص عشان تعلي الحرق بتاعك، وبالتالي لما الحرق يعلى جسمك هيقل وكمان هيتظبط والدهون كلها هتختفي. اخر حاجه بقى واخر وجبه انا عملتها بعديها، بعد طبعا الوجبه اللي هي اللي في النص، زبادي مع ليمون ورمان. وجبه دي تحفه جدا، وبالليل ممكن بس تكتفي بالزبادي والليمون، بس انا اليومين دول حابه الرمان قوي مش عارفه ليه، فبحاول ان انا احطه كده بين الاكل وكده. هو الرمان اصلا انا متاكده ان معظمكم بيحبوا. فده كان اخر وجبه، وده كان الفيديو بتاع النهارده. بس انا عايزه اقول حاجه، موضوع العنايه، زي ما عملت موضوع اليوميات بتاعه الاكل الصحي، هعمل لكم احسن يوميات بتاعه العنايه، او كل اسبوع هعمل فيديو واحد يكون فيه هو ده العنايه بتاعتك بتاعه الاسبوع كله. فاعتقد ان دي هتكون حاجه كويسه جدا تمشي عليها علشان ما يبقاش فيه لخبطه. بس كده، واشوفكم على خير. ولو اكل النهارده عجبك اعملي بقى لايك، وقولي لاصحابك على الفكره، واشوفكم على خير ان شاء الله. فيديو جديد، مع السلامه.